ينضم إلينا الدكتور معتصم سعدان الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور معتصم، وسأبدأ معك بالقراءة لهذه الإحصائيات. لربما أكثر ما يقلق ويحير أيضا هو مسألة التفاوت في تسجيل أعداد الإصابات بشكل يومي، كيف تنظر إلى هذه الإحصاءات وأيضا الأعداد المسجلة يوميا؟ مساء الخير أخي عبد الله إلى كل أخواننا المشاهدين جميعا. حقيقة إحنا من بداية شهر 8 عم بنلاحظ أنه في عنا منحنى وبائي مثالي يتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عدناها تقريبا بقى ثلاثة أسابيع، والأسبوع الرابع حاليا عم نشهد المرحلة الثانية اللي هي أخطر مرحلة صراحة بالموجة موجة انتشار الفيروس، وبيكون عادة فيها نوع من التذبذب. لكن هاي المرحلة فعليا إحنا بحاجة لإجراء مزيد من التوجيهات والإرشادات وزيادة الوعي عند إخواننا المواطنين لحتى نقدر نسيطر على هذا المنحنى والأعداد إنها ما تصل لأعلى قيمة ممكن تتعدى 1000 حالة باليوم. فبالتالي إحنا لاحظنا من يومين تقريبا صار في عندنا تضاعف من الدرجة السابعة، وبمعنى إنه إحنا وصلنا حوالي 627. امبارح تفائلنا إنه الأعداد نزلت لحوالي 347 تقريبا، لكن للأسف اليوم برد ارتفع عنا الأعداد. طبعا التذبذب هذا خلال خمس أيام خطير بالنسبة لنا، لأنه اليومين القادمين لازم يكون فيهم يا إما ثبات يا إما نقصان، في ظل عنا إحنا أعداد الفحوصات اليومية اللي تجرى إلى حد ما ثابتة. بنحكي عمان عن 12 إلى 15 ألف فحص يوميا ثابت، لكن ما هيك بعده عنا تضاعف في الأعداد، التضاعف الهندسي المقصود فيه بالأعداد، يعني بخلي معدل العدوى عنا يتراوح ما بين 2% إلى 5%، وفعليا هاي النسبة عالية جدا مقارنة بكل الدول اللي انتشر فيها الوباء كبداية للموجة. وبالتالي إحنا عم بنراقب حاليا اليومين القادمين راح يكونوا مفصليات بالنسبة لنا، إذا كان في نقصان أو ثبات فإحنا بمعنى أنه إحنا الآن عم بنسيطر، أو السلاسل العدوى مش عم تأخذ تضاعف هندسي جديد، وبالتالي ممكن يظلوا هيك المنحنى الوبائي تبعنا في أعلى قيمة له ما بتتعدى 700 إلى 800، ونتفائل إن شاء الله أنه يكون في عندنا نقصان ما بعد ذلك، لأنه إحنا عم بنراقب وضعنا بالأردن وبنقارنه بما يحدث في دكتور أستراليا. دكتور معتصم، إلى حد ما نموذج مشابه. نعم، يعني احتمالية إصابة أي مواطن الآن لربما ارتفعت خمسة أضعاف عن السابق، وبالتالي هنا يعني ما الذي أو ما العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بشكل أكبر في هذه المرحلة تحديدا، المرحلة الخطرة؟ هل نتحدث عن عدم الالتزام بالتباعد؟ هل نتحدث عن ظروف جوية؟ هل نتحدث عن الاختلاط وعدم اتخاذ والالتزام بالإجراءات الصحية السليمة؟ ما العوامل التي تؤدي إلى الانتقال بشكل أكبر وعدم قدرتنا على كسر السلسلة وكسر سلسلة العدوى؟ فعليا أخي الكريم من تقريبا من 10 أيام كان في عندنا أحوال جوية، حرارات عالية، وأثبتت الأبحاث العالمية أن هناك ارتباط وثيق ما بين الرطوبة وما بين انتشار الفيروس بغض النظر عن درجة الحرارة، سواء كنا فصل صيف أو شتاء. إحنا واجهنا بالأسبوعين الماضيين موجة حر عالية، لكن كان مرافقها رطوبة عالية بكل المحافظات وبالذات في مناطق البحر الميت. عشان هيك إحنا شفنا أنه معظم البؤر كانت في مناطق البلقة لما نحكي عن سويمة، أو مناطق غور الصافي لما نحكي عن الكرك. وبالتالي هاي للآن بعدها البؤر نشيطة وعم تعطي عنا حالات عالية. هناك ارتباط وثيق، الأحوال الجوية لعب دور، طبعا التكييف والتبريد المنزلي كمان هذا لعب دور، أنه من خلال التيارات الهوائية لداخل البيت ممكن أنها تنقل هاي العدوى لمين؟ لأفراد العائلة الموجودين بهذا البيت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في عنا الآن إحنا فعليا 6 إلى 7 بؤر ما بين المحافظات، بؤرة ما بين ماركة ما بين الزرقاء وعمان عم تعطي انتشار ما بين حدودية ما بين هاي المحافظات. عندنا بؤرة ما بين عمان والبلقة اللي هي منطقة عين الباشا، وفي عندنا ما بين البلقة والكرك اللي هي سويمة وغور الصافي. للأسف من يومين صار عندنا كمان بؤرة جديدة اللي هي منطقة إيل في معان، وإن شاء الله إنها ما تصل للبترة، لكن هناك احتمال كبير إنها تصل للبترة، واليوم لاحظنا أنه وصل الانتشار للعقبة. الآن إيش هي كمان الأشياء الثانية بتلعب دور في انتشار العدوى؟ اللي هو عدم التزام إخوان المواطنين بالتباعد الاجتماعي، بلبس الكمامة. الآن في عنا تطبيق صراحة جدا ممتاز
كل دول العالم اللي عم بتسيطر الان على الموجه، هاي الدول عم بتحاول تطبق او تستخدم تطبيقات تكنولوجيه على الهواتف الذكيه، وبالتالي تطبيق امان. الان احنا يعني بحاجه، كل مواطن اردني لازم ينزل هذا التطبيق، لازم يلتزم، لازم صراحه يعني يراقب هذا التطبيق، اي نوتيفيكيشن، اي ملاحظه، اي رساله تصل منها خلال التطبيق لازم يفحص لحتى نكسر احنا يعني خلينا نحكي سلاسل عدوى. الفرق ما بين انه الشخص يستخدم هذا التطبيق المهم وعدم استخدامه، احنا عمالنا نحكي عن تقريبا يومين عمل ممكن اختصاره. اخواننا في التقصي الوبائي الان عمالهم يبذلوا جهود كبيره وعبء كبير وضغط كبير عليهم، عندنا 175 فرقه مش عم بتلحق صراحه انها تصل لكل المخالطين خلال 24 ساعه. فهلا احنا تطبيق امان اذا تم استخدامه، تم الالتزام فيه، تم يعني اي اخ مواطن يصلوا اي مسج لازم او رساله لازم يروح على اقرب يعني مختبر ويفحص، لانه بهاي الحاله بيختصر علينا يومين من العدوى. طبعا راح يحمي نفسه ويحمي افراد عائلته ويحمي الناس اللي حواليه. نعم. وبيساعدنا نحن نسيطر، وممكن ان شاء الله نحاول نطبق الخبره اللي هي في او النموذج الاسترالي اللي في استراليا، ارتفعت الحالات لحد 740. هذا ما كنت اود السؤال عنه دكتور، يعني هذا ما كنت اود السؤال عنه. وانت نشرت عبر الفيسبوك وتحدثت بانه 544 حالة محلية، ازدياد الحالات بعد أن تناقصت، ونقصد اليوم الذي سبقه، يلامس مؤشر غير جيد إحصائيا، وتحدث بأن ما زلنا في النموذج الأسترالي. نفسر النموذج الأسترالي وما الخطر بالبقاء أو حتى يعني تطبيق النموذج الأسترالي على الوضع محليا. أخي عبد الله، إحنا عادة بعد أعلى قيمة بالمنحنى الوبائي بلزمنا 5 أيام مراقبة، 5 أيام إحصائية. في حال إذا كان عندي أنا اليوم الثاني من أعلى قيمة انخفض عندي إلى النص، معناته ما في يعني الانتشار الفيروس عمالنا مسيطر عليه. هلأ اليوم الثالث إذا ظل الثبات موجود أو تناقص، معناته إحنا ماشيين باتجاه حصر البؤر، وبالتالي نطرح مثال دكتور اذا سمحت، يعني نطرح مثال لكي تصل الصوره الى المشاهد والمتابع والمواطن. نطرح مثال على هذا النموذج. اذا بقينا نسجل حالات بارقام متواليه بشكل كبير لمده 5 أيام، مش شرط بشكل كبير، احنا بهمنا المقارنه ما بين كل يوم واليوم اللي قبله. بمعنى اول امبارح كان في عندنا 620 حاله تقريبا، امبارح نزل النصف، كان هذا مؤشر ممتاز جدا بالنسبه لنا. لكن اليوم رد ارتفع مره ثانيه عندي انا الحالات ل 544، وبالتالي هون صار في عندي مره ثانيه تضاعف، رجعنا للدرجه رقم 7. غدا اذا احنا ظل في عندنا ثبات او صار في عندنا نقصان ولو ل 400 حاله ل 350 حاله، هون مؤشر ممتاز انه احنا عمالنا بنحصر سلاسل العدوى. طبعا في زخم، الزخم راح يظل موجود، الزخم راح يظل موجود وراح يعطيني لمده 7 أيام حالات فوق ال 300 حاله، لكن هيك انا عمالي بسيطر على العدوى انها ما تتضاعف هندسيا ويصير 600 حاله 1200 حاله. هذا التخوف عندنا جميعا. ما دمنا احنا في طور او في نطاق ال 600 حاله فما دون لمدة 5 أيام من بداية ال 600 حالة اللي يظل يومين عليها، معناته احنا بعدنا في العدوى من الدرجة الخامسة للسادسة. لكن إذا عندي أنا الضعف رجع الرقم فوق ال 640، صار عندي فوق ال 1200، معناته الآن احنا عم نفقد السيطرة. دكتور سعيد، دكتور معتصم، يعني اسمح لي في هذه النقطة، يعني التصريحات الحكومية، والدكتور نذير عبيدات كان معنا بالأمس وتحدث بأن يعني ال 600 حالة التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء، ثلاثاء الصدمة، كانت هي حصيلة النتائج لأكثر من يوم، يعني نتحدث عن 3 أيام أو 4 بأقل الأعداد. الآن يعني هذا يفسر بشكل أو بآخر طريقة أخرى للحساب. عندما سألنا عن حساب المنحنى الوبائي وكيف يمكن تسطيح هذا المنحنى، تحدث بأنه يجب النظر إلى الإصابات بعد أسبوع
أعداد الإصابات بعد أسبوع، ونتحدث عن الحالة الوبائية الآن. يعني الفحوصات كما تحدثت هي ثابتة، نتحدث عن من 12 إلى 15 ألف فحص يتم إجراءها، ولكن لا تظهر نتائجها بسرعة، يعني بعضها يظهر بعد يومين أو ثلاثة أيام لقلة المختبرات التي تعمل على إصدار هذه النتائج. كيف يؤثر هذا أيضا في عملية الحساب وعملية الإحصائيات وعملية تسجيل الإصابات أيضا؟ سؤال ممتاز أخي عبد الله. إحنا الآن يعني بالمنحنى الوبائي تبعنا عمان بنأخذ معدل لثلاث أيام زي ما تفضلت، ل 72 ساعة، وبالتالي إحنا ما بنأخذ كل عدد في يوم ولكن على مدة ثلاث أيام. فرقم أول امبارح اللي كان 600 هو فعليا عدد الحالات اللي لثلاث أيام قبل أول امبارح. عدد اليوم 540 هو ممثل لعدد الحالات المرصودة اللي هي قبل يومين. حالات بكرة راح تكون ممثلة لحالات امبارح، بعد بكرة هي ممثلة لحالات اليوم، وبالتالي احنا من هذا المطاف بناخذ الأفرج. لكن إذا أنت نظرت للمنحنى الوبائي من بداية شهر 8 هو منحنى وبائي مثالي لثلاث مراحل لنصل لأعلى قيمة، وبالتالي احنا الآن بالمرحلة الثانية، وبالتالي كل قيمة فيه هي ممثلة لثلاث أيام ما قبله. فيعني بالنسبة لنا يعني فعليا احنا بحاجة لخمس أيام إحصائية، يمكن طبيا هو عندهم سبع ايام لكن احنا احصائيا بدنا خمس ايام لنحكم. الارقام اللي معانا هي معدل لثلاث ايام وليست فقط، يعني احنا التقييم اللي بنعطيه ما بنعطيه على عدد حالات ليوم واحد وانما لثلاث ايام، لكن زي ما انت شايف كل حالات لهذا اليوم هي للثلاث ايام السابقه وهل ما جرى فيما بعد ذلك، وهي كل مره معدل لثلاث ايام سابقه، عشان هيك احنا بنحتاج لخمس ايام لنحكم. طيب ابقى معنا دكتور معتصم إذا سمحت لي. في العالم بشكل عام ارتفعت عدد الإصابات إلى أكثر من 32 مليون وسط تباين إجراءات الدول ما بين تشديد وتخفيف، والقاسم المشترك الوحيد اليوم هو انتظار اللقاح. أعداد الضحايا تتزايد والعالم يتخبط في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى اللحظة أكثر من 32 مليون شخص، منها أكثر من 980 ألف وفاة. ولا تزال الولايات المتحدة متصدرة لقائمة الدول المتضررة مع تجاوز عدد المصابين فيها 7 ملايين إصابة، تليها الهند بأكثر من 5 ملايين و700 ألف مصاب. أما البرازيل الثالثة عالميا فقد سجلت أكثر من 4 ملايين و600 ألف مصاب. وفي أوروبا لوحدها أصيب أكثر من 5 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد، وتحد فرنسا حظو بريطانيا بتشديدها القيود في عاصمتها ومدن أخرى. وفي مواجهة الارتفاع الحاد في معدل الإصابة بالفيروس، فرضت فرنسا تدابير أكثر صرامة أبرزها الغلق الكلي للمطاعم اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوعين على الأقل. في عصر العولمة الشديد والمدخم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رافق هذا الوباء المرضي وباء معلوماتيا مزامنا له قد يصنف على أنه موازي بالخطر لوباء كورونا بحسب مراقبين. رحب مجددا بالدكتور معتصم السعيدان الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا. مجددا دكتور، الآن نتحدث إذا سمحت لي عن مسار الفيروس بشكل أو بآخر عالميا، كيف يبدو الوضع؟ بعض الدول الأوروبية أخذت قرارات بالتشديد بشكل أكبر، البعض لربما عاد إلى الإغلاق وتشديد الإجراءات، ونتحدث عن أكثر من 16 ألف إصابة في فرنسا. المسار لهذا الفيروس عالميا كيف يسير وتعامل الدول معه أيضا؟ هل هو منطقي ويحد من سلسلة انتشار العدوى؟ أخي عبد الله، إحنا يعني فعلياً بالفيروس هذا في عنا فترتين للمقارنة ما بين هاي الفترتين. الفترة الأولى هي شهر واحد واثنين وثلاث، شهر واحد واثنين وثلاث لحد شهر خمسة، لأن كان معظم دول العالم يعني بتستخدم الحظر الشامل كوسيلة للحد من الانتشار أو لمنع انتقال العدوى أو تكسير سلاسل العدوى كما حدث في الصين. لكن ما بعد شهر خمسة كل الدول هاي الفترة الثانية، كل الدول راحت باتجاه الانفتاح لكل القطاعات، حتى لو كان في تجديد بيكون لأيام أو لأسابيع، ومش معظم القطاعات، يعني في قطاعات معينة اللي هي صار عليها تجديد، قطاعات أخرى ما في عليها تجديد. هلا الفرق ما بين هاي الفترتين، هاي النقطة الإحصائية أو الرقمية اللي بتهمنا، أي موجة كانت تحدث عندنا ما بين شهر 2 و3 و4 و5 كانت تأخذ تقريبا شهرين لحتى الموجة هاي تصل مرة ثانية يعني لأقل الحالات.
بينما في ما بعد ذلك اللي هو شهر 6 و7 و8 و9 حاليا الموجة اللي عم تحدث سواء في دول أوروبا أو في ولايات أمريكية أو في دول أمريكا اللاتينية وفي الهند حاليا، هاي الموجات عادة تستمر ما بين شهرين ونص إلى 3 شهور ونص، وبالتالي احنا بنحكي عن فرق بالموجة كامتداد هو شهر إلى شهر ونص فقط. عشان هيك الدول راحت باتجاه الانفتاح، لأنه أي دولة تتحمل موجة لمدة شهر بإمكانها تتحمل لمدة شهرين، لأنه فترة الحضانة هي أسبوعين، هي هون عندنا عنق الزجاجة بيكون ومنعت الدول للتحمل هاي الأشياء. هل ينطبق هذا المثال على المملكة وما يحدث الآن في الأردن دكتور معتز؟ نعم، احنا بالأردن بشهر 3 و4 و5 كانت البؤرة لما تتشكل عندنا سواء في إربد ولا في المفرق خلال 7 إلى 10 أيام كنا نسيطر عليها، وبالتالي تتناقص الحالات لما دون 5 حالات باليوم أو لصفر حالات شاهدنا شيء هذا. لكن حاليا في ضوء الانفتاح أصبح العزل ممكن يلعب دور، يعني مثلا في عندنا في بؤرة كانت قوية جدا في الرمثة لما احنا فعليا سيطرنا على المصدر اللي هو المعبر جابر، قدرنا في الرمثة أن نصل لصفر حالات. نفس الشيء في منطقة السحاب والمدينة الصناعية لما عزلنا الأحياء أو المدينة ككل كما نفس الشيء نزلنا بالحالات لصفر حالات أو حالة أو حالتين باليوم. حاليا بعدنا عندنا مشكلة في منطقة سويمة وغور الصافي، لأنه تعرف العزل بلش فيها تقريبا من أسبوع، يعني بعده ما عطاش فعليا النتائج اللي بدنا إياها، وفي منطقة قضائيل. فإحنا العزل مش الحظر الشامل، وإنما العزل قد وأثبت أنه بيعطي نتيجة في ظل تعاون الجميع. المشكلة الآن في المشهد حاليا أنه الآن صار في عندنا انتشار مجتمعي واضح وعندنا تضاعف هندسي للدرجة السابعة، ودخلنا بالمرحلة الثانية من الموجة، وهاي المرحلة خطيرة. الآن فرق التقصي الوبائي غير قادرة فعليا مهما حاولت، غير قادرة خلال يوم أنها تصل لكل المخالطين لمخالطين المخالطين، وبالتالي بدنا طريقة ذكية أخرى لحصر حالات المخالطين، وهي فعليا كل الدول اللي عم بتسيطر حاليا بالذات الدول المجاورة للصين اللي هي فعليا قدرت تسيطر إلى حد ما، كل هاي الدول عم تستخدم أبليكيشنز على التلفونات سواء عن طريق البلوتوث أو عن طريق الجي بي أس، عن طريق أبليكيشنز الأمان. مدى نجاعة تطبيق أمان دكتور معتصم؟ يعني فعليا احنا بحاجة لأقل شيء أسبوعين لنقدر نحكم حاليا على أمان، لكن بالمرحلة الماضية في ظل عدد الحالات اللي كان بنعتبره إلى حد نسبيا قليل بما نشهده حاليا احنا كان يعني بيعطي نتائج ممتازة صراحة حالياً. لكن احنا مشكلتنا كانت انه حاليا يعني تطبيق أمان مع انتشار هذه الحالات وتسجيلها بشكل كبير واتساع الرقعة الجغرافية، هل هو فعال للحد من الانتشار وكسر سلسلة العدوى كما ذكرت في الدول المجاورة للصين أو حتى الصين بحد ذاتها؟ نعم، في حال يعني المؤشرات العالمية والإحصائية بتحكي إذا 15% من السكان أي دولة نزلوا أي تطبيق ذكي على تلفوناتهم قادرين إنه يحدوا ثلث الإصابات، إنه يقللوا ثلث الإصابات يوميا إذا 15%. إحنا بنحكي عن حوالي 1,500,000 اللي لو نزلوا هذا الابليكيشن والتزموا فيه. إحنا الفكرة إنه إذا أجا لأي شخص رسالة إنه على طول يروح يا أما يحجر نفسه يا أما على أقرب مختبر ويعمل فحص ليتأكد ويعني يوقف هاي العدوى عند هذا الشخص، بالذات إنه في ظل في عنا أشخاص ما بتظهر عليهم أي أعراض، هو أنا المشكلة تبعتنا، لكن هو هذا الشخص قادر إنه يعدي. فبالتالي في ظل تفضل أكمل في ظل الوضع الحالي اللي عنا في الضغط العالي على التقصي الوبائي، المواطنين عليهم مسؤولية إنه هذا الأبليكيشن هذا السوفتوير إنه لازم يلتزموا فيه فعليا، ولازم نحاول إنه إحنا من تلقاء نفسنا يكون في تباعد اجتماعي والتزام بالتوجيهات إلى ضمان الصحة للمجتمع. أشكرك على كل هذه التفاصيل الدكتور معتصم سعدان الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.